عمل بقاعة القيادة والتنسيق كشرطة النجدة، وهي تندرج في الخطة الشمولية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل يعني تحقيق أهداف معينة، أولها خلق شرطة مواطنة، ثانيا ضمان تغطية شاملة للمجال الحضري لمدينة طنجة، ثالثا تلبية الرغبات والطلبات الأمنية للمواطن، ثم التدخل بسرعة والعين المكان. طبعا شرطة نجدة تتدخل في انتظار وتقوم بالإجراءات القانونية والأمنية بعين المكان في انتظار وصول الفروق المختصة كالشرطة القضائية أو الدوائر الأمنية. وكما تعلمون كذلك أنه لأول مرة بمدينة طنجة هناك شرطة بدراجات عادية وليس بدراجات نارية، وهذه الشرطة ستكون قريبة من المواطن، وخاصة على مستوى الأسواق، على مستوى الشواطئ، على مستوى الفنادق، على مستوى المقاهي، يعني ستستفيد منها ساكنة مدينة طنجة أمنيا، وخاصة في على مستوى الشريط الساحلي. وشكرا. في إطار تعميم قاعدة ديال قاعة القيادة والتنسيق اللي أعطت نتائج جد محمودة منذ نشأتها في 2015 مدينة الرباط، تم تعميمها بكل مدينة سالة، مدينة تمارة، مدينة مراكش، مدينة فاس، والآن الضوء على مدينة طنجة، وغيتم تعميمها باقي ربوع المملكة المغربية إن شاء الله، نظرا للضوء الفعال اللي كتقوم به، وكذلك استجابة الفورية نداءات المواطنين عبر منظومة الخط 19 اللي كتكون آنية وفي حينه من طرف دوريات كاينة كتعمل بالشارع العام، سواء ديال الدراجيين أو النجدات اللي كتسمى الوحدة المتنقلة شرطة نجدة. كذلك كاين الإرشادات والتوجيهات المواطنين اللي كيطلبوها عبر المنظومة ديال خط 19 فيما يخص معرفة العناوين أو صيدليات الحراسة، جميع اختصاصات منوطة بقاعة قيادة التنسيق بالمناوين ديال خط 19. كذلك توفر مدينة طنجة على مجموعة من كبيرة من الكاميرات المثبتة في الشارع العام، اللي الألواح ديالها كلها كتصب في قاعة قيادة التنسيق من خلال هذه الشاشات اللي كتشوفوا أمامكم، اللي كيكون منها تتبوع لجميع المسارات سواء ديال الشوارع أو المنتزهات أو الأسواق، اللي كتكون واحد تغطية شاملة، وكيكون تدخل آني إذا كانت شي حاجة تلاحظت عبر الشاشات، خاصة فيما يخص حركة السير والجولان إذا كان شي اكتضاد أو عرقلة كنخبروا عناصر المرور من قاعة قيادة التنسيق اللي كيقوموا بالعمل ديالهم وكيخفوا هذا الضغط، وكذلك حتى تكون واحد السلاسة كبيرة فيما يخص السير. بالنسبة للمواطنين كيكون التتبع ديالهم على مدار 24 ساعة حتى تكون جولات ديالهم والعطل ديالهم اللي كيقضيوها أو اللي كيقطنوا في مدينة طنجة تكون على أحسن ما يرام. وشكرا.
اضافه المغربي كتهضر مع الزوجه ديالو اللي هي فرنسيه من مراكش هي من فرنجي كتهضر معها تقطع التليفون اتصلت بها في 19 قالت لها مع الزوج ديالي فرنسا باريس من 19 وقطع الهاتف اتصلنا مع السيد الوالي مع المدير العام الوطني اتصلنا مع القنصليه الفرنسيه اتصلوا مع السفاره وتم الانقاذ ديالو لان بقى عنده فيسبوك كاردياك وطيح في الشومبو ديال السيد الوالي دابا حي السيد الوالي الآني لمكان التدخل أو مسرح الجريمة من خلال نظام قص آجال التدخل من خلال تكليف أقرب دولية محمولة بمباشرة الإجراءات القانونية عن المواطنين وفريق خاص باستقبال المكالمات السلكية واللاسلكية كما وضعت المديرية عن تنسيق العمل مع باقي المتدخلين في حالة بذل ده تاكسي؟ اه من الفيديو ولا؟ اه ميشا ميشا شوف تو دغوا تو دغوا بعد تو دغوا وتور صحابي الاخر يفوتوا Thank you.